أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة. اليوم سنكمل في بحث التابع الأصلي. آخر ما أخذناه في الدرس الماضي كان في وظيفة طويلة كثير. الآن سننتقي بعض التمارين أو كل تمرين كيف الفكرة تبعه بالحل وما تبقى بنفس الأسلوب. طبعاً كانت الوظيفة هي تدرب واحد صفحة 222 من تمارين الوظيفة. عم يقول لي في كل من الحالات الآتية تحقق أن F كبيرة تابع أصلي للتابع F على المجال I. طبعا انا انتقيت التمرين رقم 8 اف اكس هو جذر الاي اس اكس واف كبيره اكس هو 2 جذر الاي اس اكس. بدي اثبت ان اف كبيره تابع اصلي للتابع اف صغيره على المجال ار. فشو قلنا؟ قلنا اف كبيره اشتق لازم يكون اشتقاقي على ار ومشتقه بيساوي اف صغيره اكس. اف فتحه اكس 2 بتركها مشتق الجذر التربيعي مشتق ما داخل الجذر على ضعفي الجذر، والاي اس اكس فيني اكتبها جذر الاي اس اكس بجذر الاي اس اكس، اختصرناها بقي جذر الاي اس اكس، اذا هي نفسها اف صغيره اكس، ومين هو؟ اف كبيره تابع اصلي للتابع اف على ار. نجي لتدرب رقم 2 صفحه 222، طبعا ما تبقى بنفس الاسلوب. قال تحقق ان اف كبيره وجي كبيره تابعان اصليان للتابع اف نفسه على المجال اي اللي هو عاطيني اياه، انا انتقيت اصعب واحد التمرين رقم 3. F كبيرة X هو 2X مربع ناقص 3X زائد 7 على 4X ناقص 5، والتابع GX هو ناقص 4X مربع زائد 2X ناقص 9 على 10 ناقص 8X. طالب مني أنه أثبت أنه F كبيرة و G كبيرة تابعان أصليان للتابع F نفسه، فلازم أن أثبت أنه F فتحة كبيرة X هو نفسه G فتحة X على المجال من 5 على 4 للزائد للنهاية. أخذنا التابع F كبيرة واشتقيناه، هو مشتق تابع كسري، مشتق البسط بالمقام ناقص مشتق المقام بالبسط على مربع المقام، فسنصل إلى هذا المكان. هلأ حنشتق التابع G، قلنا بأن G اشتقاقي على I، أيضا بالاشتقاق سنصل إلى نفس التابع، نلاحظ نفس التابع الذي وصلنا إليه، بس هنا الفكرة يمكن الطالب ما يعرف كيف انتقلنا من هون لهون. من هون طلعنا الناقص 4 عامل مشترك من داخل القوس، اذا هون ماذا فعلنا؟ بس مشان تعرفوا كيف انتقلنا من هون الى هون، طلعنا الناقص 4 من داخل او ناقص 2 من داخل القوس عامل مشترك، بيبقى هون 4x ناقص 5 والكل تربيع، بعدين نزلنا التربيع ناقص 2 تربيع 4، وهي 4x ناقص 5 على القوس التربيع. ليش فعلنا ذلك؟ مشان نوصل لنفس المقام اللي لازم نوصل له بf فتحة x. فبعد ما وصلنا لهذا المقدار بنقول f فتحة x يساوي g فتحة x على i، معناته ومين هو؟ f كبيرة و g كبيرة تابعان اصليان للتابع f نفسه، للتابع f نفسه. طبعا تابع f نفسه اللي هو هذا اللي احنا وصلنا له، انه هن نفس الجواب. هلا بيجي لتدرب رقم 3 صفحه 222. قال ايكون التابعان اف كبيره وجي كبيره الاتيان هاد وهاد هما تابعان اصليان لنفس التابع اف؟ اشتقينا التابع اف مشتق المضمون 3 مشتق الساين كوساين ناقص 2 بتركها مشتق الساين كوساين، اذا هذا هو اف فتحه كبيره اكس. جي فتحة كبيرة إكس مشتق الساين كوساين ناقص 3 بتركها مشتق الساين مكعب إكس هو مشتق تابع قوة، بضرب الأس بالأمثال صارت ناقص 9 وبطرح من الأس 1 بمشتق المضمون مشتق الساين كوساين. هلا هدول الاثنين ما لهم متساويين مبدئيا، يعني من الواضح إنه ما لهم متساويين، بس بجوز يكونوا متساويين إذا طبقت قوانين في المثلثات، فأنا ما بعرف إذا هدول عم يتساووا أو لا، يعني أنت ما بيحق لك تحكم إنه هدول ما لهم متساويين، أنت بحكم إنه ما لهم متساويين إذا كان نفس الحد، يعني هون كوساين 3x هون كوساين 3x، هون كوساين x هون كوساين x، بغير أمثال، ممكن نقول إنه هن ما لهم متساويين. فأنا يا بدي طبق قوانين مثلثات لحتى أشوف إذا متساويين أو بغامر. كيف بغامر؟ نحن نعلم في علم الرياضيات مثال واحد ينقض نظرية، يعني إذا أنا جربت مثال وطلع انه هدول غير متساويين من اجل هذا المثال معناته اكيد هدول مو متساويين، بس اذا جربت مثال وزبط هذا لا يعني
انه هن متساويين، لانه المثال لا يبرهن، المثال ينقض. طب انا حجرب مثال بحيث ينقض. جربت المثال البي على 3، الفتحه البي على 3، عوضنا بيطلع 3 كوساين البي ناقص 2 كوساين البي على 3، فكوساين البي هو ناقص 1 وكوساين البي على 3 هو نص، بيطلع ناقص 3 وناقص 1 ناقص 4. جربنا نجي فتح البي على 3، عوضنا كوساين البي على 3 ناقص 9، ساين البي على 3 بكوساين البي على 3 بيطلع ناقص 23 على 8. إذا ما لهم متساويين أيا كان العدد الحقيقي R، لأنه هن ما تساووا عند البي على 3. فالتابعان اللي هن عاطين إياهم F و G ليسا تابعان أصليين للتابع ذاته. هيك بكون أنا عرفت إنه هن ليسا تابعين أصليين للتابع ذاته، لأنه بمثال واحد كان الـ F فتحة عند قيمة معينة لا تساوي جي فتحة عند نفس القيمة، معناتها اف فتحة لا يساوي جي فتحة عند نفس القيمة، من أجل بس مثال واحد. بجوز بغير مثال يطلعوا متساويين. على فكرة بجوز إذا جربت غير البي على 3، مثلا إذا جربنا، تعالوا نجرب الصفر، اف فتحة الصفر بيطلع 3 ناقص 2 بيطلع 1، جي فتحة الصفر بيطلع 1، اف فتحة الصفر يساوي جي فتحة الصفر. لاحظوا فتحة الصفر يساوي جي فتحة الصفر، بس مو معناته انه هن متساويين، لا، لانه المثال لا يبرهن. بس قدرت لاقي مثال البي على 3 عم طلعوا متساويين، معناته بقول الاف فتحة لا يساوي جي فتحة. اما اذا جربته وطلع متساويين لازم، وضلني عم جرب امثله طلعوا عم يتساووا، معناته لازم الجأ لا دور على قواعد المثلثات لحتى يتساوي، يعني خليهم كوساين 3 اكس ما يكون في هون كوساين 3 اكس، حاول اتخلص من كوساين 3 اكس، بحيث انه هون مثلا ساين مربع اكس اتخلص منها لحتى قارن بيناتهم. هيك انه هم يكونوا نفس الحدود، متشابهين بالحدود والامثال. الاختلاف بالعدد طبعا لازم هون يكونوا متساويين 100%. اذا هيك بكون باثبت انه اف فتحه يساوي الى جي فتحه. نعم. ايضا نتابع في حل تمارين الوظيفه من تدرب 1 صفحه 227. تمرين رقم 10، اف اكس يساوي 3 اكس زائد 2 على 2 اكس ناقص 1، بده يعني اوجد التابع الاصلي لهذا التابع على المجال من النص الى الزائد للنهايه. طبعا تكلمنا هي فكره صعبه، اول فكره صعبه من افكار ايجاد التابع الاصلي، انه بنلاحظ انه درجه البسط تساوي درجه المقام. اي تابع كسري درجه بسطه اعلى أو تساوي درجة مقامه لابد من القسمة الإقليدية لإيجاد تابعه الأصلي. معناتها هون حنقسم قسمة إقليدية 3x زائد 2 تقسيم 2x ناقص 1. 3x تقسيم 2x هي 3 على 2، بصير 3x ناقص 3 على 2. بغير الإشارات بصير عندي 2 زائد 3 على 2 بيطلع 7 على 2. فبنكتب هلا fx يساوي ناتج القسمة اللي هو 3 على 2 زائد الباقي على المقسوم عليه، يعني fx يساوي ناتج القسمة زائد 7 على 2 ضرب 1 على 2x ناقص 1. هلا بضرب ب 2 وبقسم على 2 مشان يصير عندي الجي فتحة على الجي. معناتها fx يساوي 3 على 2 زائد 7 على 4 ضرب 2 على 2x ناقص 1. هلا هذا صار عندنا جي فتحة على جي. هلا f كبيرة x العدد الثابت بحط جنبه x زائد 7 على 4 بتركها جي فتحة على جي هو لن المقام، لن المقام حيث x ينتمي إلى المجال من النص للزائد للنهاية. إذا جربنا الواحد بيطلع مقدار موجب فيبقى كما هو. إذا هيك بكون أنا أوجدت التابع الأصلي للتابع f على هذا المجال. فينا نكتب شرط وجود التابع الأصلي f مستمر على المجال من النص للزائد للنهاية. هلا الآن انتقينا من تدرب 2 صفحة 227 المثال رقم 7، fx يساوي الجذر التربيعي لـ2x ناقص 1 على القوس تكعيب. شرط وجود تابع أصلي f مستمر على المجال المعطى من النص للزائد للنهاية. يا جماعة أعيد وأكرر، 99.99 من التمارين إذا في عندي جذر تربيعي لإيجاد التابع الأصلي تبعه لازم أحول الجذر إلى قوة كسرية. فهون بنحول الجذر الى قوه كسريه، ف fx يساوي 2x ناقص 1 اس 3 على 2. يا جماعه هذا التمرين هو عباره عن حاله خاصه،
من القاعدة رقم 5 اللي أخذناها. إذا بتتذكروا fx يساوي ax زائد b أس r، شو التابع الأصلي تبعها؟ كنا منضيف للأس واحد وبنقسم على الأس الجديد وبضرب بأمثال x في المقام. إذن هون بس عندي التابع الأصلي أنه بضيف للأس واحد بتصير 5 على 2 وبقسم على الأس الجديد وبضرب بأمثال x في المقام. يعني شو صارت f كبيرة x؟ 1 على 5 لأنه تختصر 2 مع 2 بالجذر التربيعي ل 2x ناقص 1 أس 5. نجي للتمرين رقم 9 كمان انتقيناه بهذا الشكل. طبعا f مستمر على المجال المعطى. طبعا هون جذر تكعيبي، لازم حول الجذر إلى قوة كسرية. بصير عندي xb الجذر التكعيبي اللي هو x مربع زائد 1 أس 2 على 3. نعم، هلا منلاحظ انه اذا اعتبرنا هذا h اس r، شو مشتق ال h؟ هو 2x، معناتها بس بدي اضرب ب 2 واقسم على 2، فبضرب ب 2 وبقسم على 2، فهون صار عندي x مربع زائد 1 اس 2 على 3، هون صار h اس r، وهذا شو صار؟ h فتحه، معناتها f كبيره x، النص بتنزل مالي شغل فيها، h فتحه بكبها، ضيف للاس 1، إذا ضفت للأس واحد صار 5 على 3 وبقسم على الأس الجديد، معناتها F كبيرة X يساوي 3 على 10 إذا ضربت بالمقلوب بالجذر التكعيبي ل X تربيع زائد 1 أس 5. نتوقف بهذا القدر. نتابع في حل تمارين الوظيفة 2 صفحة 244. حنحل التمرين الأول fx يساوي كوساين x مضروبا بساين مربع x ناقص 3 ساين x، والمجال i هو r، فحنقول شرط وجود تابع أصلي f مستمر على r. fx يساوي هنا منحاول ندخل الكوساين بجوا، فبتصير كوساين x بساين مربع x ناقص 3 كوساين x ضرب ساين x. فلاحظوا معي أنه هي h أس r وهي h فتحة، وهي نفس الشيء إذا اعتبرت هي h أس r هي بتكون h فتحة، معناتها صارت قاعدتين جاهزتين f كبيرة x h فتحة من كبة، منضيف للأس واحد ومنقسم على الأس الجديد ناقص 3 h فتحة بكبة، نضيف للأس واحد ونقسم على الأس الجديد. ننتقل إلى تمرين آخر هو 13 صفحة 244. التمرين رقم 1 fx يساوي 1 ناقص 2x على 2x مربع ناقص 2x زائد 1 على القوس التكعيب. المقام أسه لا يساوي الواحد، منحاول نرفعه إلى البسط لنستفيد من القاعدة رقم 5 اللي هي h فتحة ب h أس r. أول شيء f مستمر على r. fx يساوي 1 ناقص 2x ب 2x مربع ناقص 2x زائد 1 أس ناقص 3. إذا اعتبرت هذا h أس r، شو مشتق ال h؟ هي 4x ناقص 2. معناته أول شيء لازم أخرج الناقص عامل مشترك من هون، بيبقى 2x ناقص 1. 2x مربع ناقص 2x زائد 1 أس ناقص 3. بعدين بضرب ب 2 وبقسم على 2 مشان يصير مشتق هذا هو هذا، لأنه 4x ناقص 2 بده 2. فبضرب ب 2 وبقسم على 2. هي ناقص نص وهي ضربنا ب 2 اللي هي 4x ناقص 2 ب 2x مربع ناقص 2x زائد 1 أس ناقص 3. هي h أس r وهي h فتحة. f كبيرة x يساوي ناقص نص بتنزل h فتحة بكبة، بضيف للأس 1 وبقسم على الأس الجديد، بتروح هي مع هي فبيطلع الناقص مع الناقص بتروح، بيطلع f كبيرة x يساوي 1 على 2 ب 2 4، بيبقى هون عندي 2x مربع ناقص 2x زائد 1 أس 2. هيك بنكون انتقينا أكثر تمارين هامة من الوظيفة اللي ممكن الطالب يوقع فيها. للآن لنتابع بفقرة جديدة. سنتابع بفقرة جديدة ألا وهي التكامل المحدد وخواصه. أول شيء حنعطي تعريف التكامل المحدد لتابع مستمر على مجال. ليكن F تابعاً مستمراً على مجال I، وليكن F كبيرة هي أحد توابعه الأصلية على هذا المجال، وليكن A صغيرة و B صغيرة عددين من I. نعرف التكامل المحدد للتابع F من A إلى B بالصيغة
تكامل من A ل B F X D X نحط قوسين مكسورين من أوجد التابع الأصلي للتابع F نحط هون F كبيرة X من A إلى B. بعدين بحط قوس ناقص قوس، بالقوس الأول بعوض كل X ب B F كبيرة B، وبالقوس الثاني كل X ب A F كبيرة A. طبعا السؤال احسب كل من التكاملات الآتية، بس نشوف المثال هذا شلون عم نطبق على هذا المثال. طبعا دي اكس اي المتحول هو اكس، دي اختصارا لكلمة ديريفيت، اي متحول هو اكس يعني او تفاضل اكس. نعم اي يساوي اول شيء بحط قوسين مكسورين مثل ما قلنا من الواحد لاثنين، وبأوجد التابع الاصلي لاف صغيرة. لاحظوا حتفهموا هذا هاي القاعدة من هون. اذا انا شو مهمتي هلا؟ اوجد التابع الاصلي لهذا التابع اللي هو بضيف للأس واحد وبقسم على الأس الجديد، ناقص ثلاثة بضيف للأس واحد وبقسم على الأس الجديد، والواحد بحط جنبه X. بعدين بحط قوس ناقص قوس، بالقوس الأول بعوض كل X باثنين، بعدين بالقوس الثاني بعوض كل X بواحد. بالقوس الأول بعوض كل X باثنين بتصير 8 على 3 ناقص، إذا اختصرت الأربعة مع الاثنين 2 بيبقى ناقص 12، لأنه 3 ب 3 ب 4 12 على 2 6 زائد 2. اذا عوضت كل اكس ب2 بالقوس الاول، هلا بعوض كل اكس بواحد بالقوس الثاني، 1 على 3 ناقص 3 على 2 زائد 1. هلا يساوي 8 على 3 12 على 2 يعني ناقص 6 وزائد 2 ناقص 4 ناقص 1 على 3 زائد 3 على 2 ناقص 1، فوتنا الناقص للقوس الثاني، معناتها صار عندي اي يساوي 8 على 3 راح 1 هو 7 على 3 ناقص 4 وناقص 1 هو ناقص 5. بنوحد المقامات بين الناقص 3 و 3 على 2، هي بدها 2 وهي بدها 3، بيطلع ناقص 2 على 6 زائد 9 على 6، يعني بتصير اي يساوي 7 على 3. طبعا احنا هون 8 على 3 روحناها مع الثلث، اختصرناها مع الثلث حطيناها 7 على 3، اذا هون بقي يعني بس 3 على 2، تبقى هون معنا فقط زائد 3 على 2، يعني عندي هون 7 على 3 زائد 3 على 2 ناقص 5. اذا اي يساوي من واحد المقامات هي 2 وهي 3 بتصير عندنا 14 زائد 9 ودغري حنضرب ناقص 6 ب 5 30 على 6، فبيطلع اي يساوي 14 ناقص 30 ناقص 16 ناقص 16 وزائد 9 ناقص 7 على 6. اذا هذا هو التكامل الأول. نعيد الأرقام بشكل سريع. تكامل 1 ل 2 x مربع ناقص 3 x زائد 1 dx، هون ضفنا للأس 1 وقسمنا على الأس الجديد، 3 تركناه، ضفنا للأس 1 وقسمنا على الأس الجديد، الواحد حطينا جنبه x، بعوض كل x ب 2 8 على 3 ناقص هون 2 تربيع 4 ب 3 12 على 2 زائد 2، بعدين عوضنا بثلث ناقص 3 على 2 زائد 1، زعوضنا كل x بواحد بالقوس الثاني، 8 على 3 ناقص 6 زائد 2 وضعناها ناقص 4، بعدين ناقص 3 زائد 3 على 2 ناقص 1، طبعا 8 على 3 ناقص 3 7 على 3 ليكا، وناقص 4 ناقص 1 هي ناقص 5، وال3 على 2 تركناها. وحدنا المقامات بين هدول الاثنين، هي بدها 3 وهي بدها 2، بيطلع 14 زائد 9 ناقص 30، يعني ممكن نقول 14 و9 هي عبارة عن 23 ناقص 30 ناقص 7 على 6. لنعطي مثال آخر حول هذه الفكرة، المثال الآخر هو المثال رقم 2. آي يساوي تكامل من الواحد للاثنين أو من ناقص واحد لاثنين x مربع زائد واحد dx. تعالوا نشوف كيف اللي أوجد تكامل لهذا التابع. i يساوي نحط قوسين مكسورين من ناقص واحد لاثنين
اكس مربع ضيف الاس واحد وبقسم على الاس الجديد. الواحد بحط جنبه اكس، بعدين بحط قوس ناقص قوس، بعوض كل اكس باثنين بتصير 8 على 3 زائد 2، بعدين بعوض كل اكس بناقص واحد، ناقص واحد على 3 ناقص واحد، يعني جواب 8 على 3 زائد 2 زائد 1 على 3 زائد 1، 8 و 1 9 على 3 3 و 3 6. فلاحظوا انه جواب التكامل المحدد جوابه هو عدد، التكامل المحدد جوابه هو عدد حقيقي. فلاحظوا هون طلع جواب سالب، هون طلع جواب موجب. ممكن نعطي ايضا مثال تكامل اي يساوي تكامل من الناقص واحد الى الاثنين 2 اكس ناقص واحد دي اكس. فبصير عندي اي يساوي بحط قوسين مكسورين من الناقص واحد لاثنين، هون بضيف للاس واحد وبقسم على الاس الجديد، ناقص الواحد بحط جنبه اكس، بعدين قوس ناقص قوس، بعوض كل اكس باثنين 4 ناقص 2، بعدين كل اكس بناقص واحد، واحد ناقص ناقص واحد زائد واحد، فحيطلع الجواب 4 ناقص 2 ناقص 2 يعني بيطلع صفر. اذا ممكن يكون جواب التكامل المحدد هو صفر. كمان حنعطي مثال، مثال ايضا رقم 3 اي يساوي تكامل من البي على 12 للبي على 6 كوساين 2 اكس دي اكس. طبعا التابع الاصلي للكوساين بنحط اول شيء قوسين مكسورين من البي على 12 للبي على 6، واحد على الامثال التابع الاصلي للكوساين ساين، بعدين بحط قوس ناقص قوس، اول شيء بعوض بالفوقاني نص ساين البي على 3، بعدين بعوض بالبي على 12 نص ساين البي على 6. طبعا ساين البي على 3 هو جذر 3 على 2 ناقص نص، ساين البي على 6 هو نص، فالجواب النهائي هو جذر 3 ناقص 1 على 4. ايضا حنعطي مثال اخر اي يساوي مثال رقم 4 اي يساوي تكامل من الاثنين للأربعة 3 على x ناقص 1 دي x، 3 على x ناقص 1 دي x، اي متغير حكينا دي x هو المتغير هو x في هذا التكامل، تكامل من 2 على 4 3 حنزيد تبرع بيبقى 1 على x ناقص 1 دي x. بنلاحظ انه مشتق المقام مشتق ال x هي 1، فبتصير g فتحة على g يساوي بنحط هيك قوسين مكسورين من 2 لل 4 ال 3 بتركها جي فتحه على جي هو لن المقام. نحن بالعاده بيكون عندنا مجال نعوض حتى نعرف المقام ان كان موجب او سالب. هلا هون من 2 لل 4 بجرب احد حدي التكامل او اي عدد بين ال 2 وال 4 لانه هذا هو المجال اللي عندي اياه، يعني انا بفضل انه نجرب يا ال 2 يا ال 4، اذا جربت ال 2 المقام موجب معناته دوما حيكون موجب. مستحيل يعطيني مجال يكون موجب وسالب من اجل غير قيمه، بيكون خطا المجال اللي يعطيني عليه، دائما المجال اللي بيعطيني اياه هون بيكون المقام يا دوما موجب يا دوما سالب، فجربنا الاثنين فدوما كان موجب فبيطلع لن المقام، بعدين بحط قوس ناقص قوس، بعوض باربعه بيطلع ثلاثه لن الثلاثه، بعوض باثنين بيطلع ثلاثه لن الواحد، يعني شو الجواب هون؟ ثلاثه لن الثلاثه ناقص صفر يعني ثلاثه لن الثلاثه. نكمل بالتمارين. ايضا تكامل اي يساوي من الصفر للواحد 2 اكس باي اس اكس مربع. نلاحظ هذه القاعده رقم 6 جي فتحه اكس باي اس جي اكس، فبنقول اي يساوي جي فتحه اكس باي اس جي اكس تابعه الاصلي هو اي اس جي اكس، فعلا مشتق الاكس مربع هي 2 اكس. اذا بعدين بحط قوس ناقص قوس، بعوض كل اكس بواحد يعني اي اس واحد، بعدين كل اكس بصفر اي اس صفر واحد، يعني جواب النهائي اي ناقص واحد. هنعطي كمان مثال رقم 6 اي يساوي تكامل من 2 للواحد اكس ناقص او اكس مربع ناقص 3 اكس دي اكس. بنلاحظ انه هذا المثال بنحط قوسين من الاثنين للواحد، ما هو التابع الاصلي لاكس مربع؟ بضيف للاس واحد وبقسم على الاس الجديد، ناقص 3 بضيف للاس واحد وبقسم على الاس الجديد. بعدين بحط قوس ناقص
قوس. بعوض كل اكس بالفوقاني، انتبهوا عندي هون حاطط من 2 للواحد، بعوض اكس بالفوقاني بالعدد اللي فوق، مو بالعدد الصغير اول او بالعدد الكبير اول شيء بعدين بالعدد الصغير، لا هذا اعتقاد خاطئ. من ال A لل B، F ال B ناقص F ال A، هيك القاعدة. فهون بعوض كل X بواحد، فبيطلع 1 على 3 ناقص 3 على 2، بعدين كل X ب 2، 8 على 3 ناقص 4، طبعا مع ال 2 بيبقى 2 ناقص 6. يعني بيطلع الجواب 1 على 3 ناقص 3 على 2 ناقص 8 على 3 زائد 6. 1 ناقص 8 ناقص 7 على 3 ناقص 3 على 2 زائد 6، المقام المشترك هو 6، بضرب هي ب 2 فبتصير ناقص 14، وهي بضربها ب 3 ناقص 9، وهي بضربها ب 6 زائد 36 على 6. فالجواب النهائي هو ناقص 14، ناقص 14 وناقص 9 ناقص 23 زائد 36 على 6، فالجواب هو 13 على 6. فمنلاحظ انه هيك انه اذا كان من الاثنين للواحد، من الاثنين للواحد انتبهوا انه لازم نعوض بالقوس الاول بالفوقاني بعدين بالتحتاني، مو شرط انه نعوض الكبير بعدين الصغير. هلا حناخذ خواص التكامل المحدد. مو برهني بتنص على ما يلي. قال ليكن اف وجي، ليكن اف وجي تابعين مستمرين على مجال اي، وليكن A و B عددين من I، ولندا عدد حقيقي ينتمي ل R. الخاصة الأولى قال تكامل من A ل B، F زائد G X DX، قال هي تكامل من A ل B F X DX زائد تكامل من A ل B G X DX. يعني وكأنه يقول لي أن التابع الأصلي لمجموع تابعين يساوي التابع الأصلي الأول زائد التابع الأصلي الثاني، بس عم يقول لي بشكل غير مباشر، التابع الأصلي لمجموع تابعين يساوي التابع الأصلي الأول زائد التابع الأصلي الثاني. حناخد القاعدة الثانية، تكامل من A ل B، لمدة بFx dx، قال من زدت اللمدة برا، هي لمدة بتكامل من A ل B Fx dx. يعني وكأنه يقول لي إذا ضرب العدد الحقيقي، إذا ضرب العدد الثابت بتابع يترك العدد الثابت ونوجد التابع الأصلي للتابع. طبعا الخاصة الثالثة قال تكامل من A ل B Fx dx هو ناقص تكامل من B ل A Fx dx. يعني إذا بدلت بين حدي التكامل بنحط بس إشارة ناقص، والسبب كتير بسيط لأنه هذا المقدار اللي على الأي طرف الأيسر هو F كبيرة B ناقص F كبيرة A، أما هذا فهو F كبيرة A ناقص F كبيرة B، العلاقة بينهما إنهما مقدار متعاكسة. طبعا هذا بالنسبة لخواص التكامل. هلأ هناخد علاقة شال في التكامل المحدد. علاقة شال في التكامل المحدد، علاقة شال شو بتنص؟ قال ليكن F تابعا مستمرا على مجال I، ليكن F تابعا مستمرا على مجال I، وليكن A و B و C أعدادا من I. قال عندئذ تكامل من A ل B F X DX زائد تكامل من B ل C F X DX، فينا نحطها هي نفس التكامل من A ل C F X DX. إذا من A ل B Fx dx زائد من B ل C Fx dx هي نفسها من A ل C Fx dx. طبعا مو والله هي الشغلة تسلاي انه اذا اجانا تكامل من الواحد للعشرة Fx dx بروح بحطها من الواحد للخمسة زائد من الخمسة للعشرة،
أكيد صح، بس لا هي إلى تستخدم. إذا حنكتب متى نستخدم علاقة شال في التكامل المحدد؟ متى نستخدم علاقة شال في التكامل المحدد؟ إشارة استفهام. الجواب غالبا عندما نوجد تكامل محدد لتابع يحوي قيمة مطلقة. طبعا نحن لم نعرف نشتق تابع في قيمة مطلقة، ولم نعرف نوجد تابع أصلي لتابع قيمة مطلقة. لإيجاد اشتقاق تابع يحوي قيمة مطلقة لازم نتخلص من القيمة المطلقة، وذلك بأن ندرس إشارة ما داخل القيمة المطلقة. وكذلك الأمر بالتابع الأصلي لتابع يحوي قيمة مطلقة، لازم نتخلص من القيمة المطلقة أولا. هنعطي مثال حول هذه الفكرة. المثال هو مثال محلول صفحة 230 رقم 3. المثال ينص على ما يلي: A يساوي تكامل من الصفر لاثنين X مربع ناقص واحد بالقيمة المطلقة DX. X مربع ناقص واحد بالقيمة المطلقة DX. أنا ما بعرف أوجد تكامل لتابع يحوي القيمة المطلقة، إذا ندرس إشارة ما داخل القيمة المطلقة. ندرس إشارة ما داخل القيمة المطلقة. طبعا نعدمها، معناتها أول خطوة X مربع ناقص واحد يساوي صفر، X مربع يساوي الواحد. إما X يساوي الواحد أو X يساوي ناقص واحد. نحط جدول دراسة الإشارة. هي X وهي X مربع ناقص واحد. الناقص لنهاية للزائد لنهاية. نعدم عند الناقص واحد والصفر. بين الجذرين يخالف إشارة أمثال X تربيع، وبرا يوافق. هلأ منحط X مربع ناقص واحد بالقيمة المطلقة. مطرح ما بيكون موجب يبقى كما هو، مطرح ما بيكون سالب بضربه بناقص، مطرح ما بيكون موجب بتركه كما هو. هلأ بده التكامل من وين لوين؟ هو من الصفر للاثنين. إذا هون بحط الصفر وهون بحط الاثنين. إذا بحط التكامل من الصفر للاثنين، أنا ما بقدر كامل تابع قيمة مطلقة، فمن الصفر للواحد بستبدل القيمة المطلقة بهذا، ومن الواحد لاثنين بستبدل القيمة المطلقة بهذا المقدار. معناتها بيصير عندي A يساوي تكامل من الصفر للواحد ناقص X مربع زائد واحد DX، زائد تكامل من الواحد لاثنين بدل X مربع ناقص واحد بالقيمة المطلقة، ماذا نستبدلها؟ بX مربع ناقص واحد DX. إذا بيصير A يساوي، منحط قوسين هون نضيف للأس واحد وقسم على الأس الجديد، زائد واحد بحط جنبه X من صفر للواحد، هون كمان ضيف للأس واحد وبقسم على الأس الجديد ناقص X، بعدين بحط قوس ناقص قوس زائد طبعا لهاد، بعدين هون قوس ناقص قوس. هون بعوض أول شيء كل X بواحد، بيطلع ناقص واحد على ثلاثة زائد واحد. هنا كل X بصفر كله صفر صار، كل X باثنين ثمانية على ثلاثة ناقص اثنين، بعدين كل X بواحد واحد على ثلاثة ناقص واحد. الجواب النهائي هو ناقص واحد على ثلاثة زائد واحد زائد ثمانية على ثلاثة ناقص اثنين ناقص واحد على ثلاثة زائد واحد. منلاحظ انه ثمانية ناقص اثنين ستة، ستة على ثلاثة اثنين، مع الاثنين راحت بيبقى الجواب اثنين، واحد وواحد اثنين. اذا هذا هو جواب تكامل اللي فيه قيمة مطلقة. لاحظوا كيف استخدمنا علاقة شال لإيجاد تكامل يحوي قيمة مطلقة. لنضع أيضا مثال آخر حول هذه الفكرة. لنعطي أيضا مثال على تكامل لتابع يحوي قيمة مطلقة. المثال هو تدرب رقم واحد صفحة 235. J يساوي تكامل ناقص واحد على اثنين X بX ناقص واحد بالقيمة المطلقة DX. طبعا هون لندرس إشارة ما داخل القيمة المطلقة اللي هي X ناقص واحد، فعدمناها. X ناقص واحد يساوي صفر، يعني X يساوي الواحد. حطينا جدول دراسة الإشارة من الناقص لنهاية للزائد لنهاية، عدم عند الواحد، قبل يخالف وبعد يوافق. طبعا نحن بنعرف إذا كان، هنمحي هاي بس مشان ما نتخربط.
نعرف انه اذا كان ما داخل القيمه المطلقه سالب قيمه القيمه المطلقه بضربه بناقص، اذا ما داخل القيمه المطلقه موجب يبقى كما هو. حدود التكامل هي من الناقص واحد للاثنين، هون تجي الناقص واحد وهون الاثنين، فلا بد من ان نطبق علاقه شال في التكامل المحدد. بنقول جي يساوي تكامل الناقص واحد للواحد، الاكس تبقى كما هي، اكس ناقص واحد بالقيمه المطلقه نستبدلها بناقص اكس زائد واحد دي اكس، زائد تكامل الواحد لاثنين، اكس تبقى كما هي، اكس ناقص واحد بالقيمه المطلقه بتنزل مثل ما هي، طبعا فكينا الاقواس، ناقص اكس مربع زائد اكس، وهون اكس مربع ناقص اكس، التابع الاصلي. بنضيف للاس واحد نقسم على الاس الجديد، وهنا نضيف للاس واحد ونقسم على الاس الجديد. بعدين بنحط قوس ناقص قوس، وهون قوس ناقص قوس، طبعا بحساب بسيط وهي العمليات الحسابية حيطلع الناتج هو 1/6. أيضا مثال آخر حول هذه الفكرة. المثال هو تدرب نفس الصفحة 235 ولكن تدرب رقم 1. بدنا نحسب تكامل I يساوي تكامل من 3π على 2 ل2π الجذر التربيعي ل2 ناقص 2 كوساين 2 اكس دي اكس. بدي اوجد تكامل الجذر التربيعي ل 2 ناقص 2 كوساين 2 اكس. احنا حكينا اذا بتتذكروا بدرس ماضي انه دوما اذا عندي جذر تربيعي لازم اتخلص من الجذر التربيعي 99% من التمارين اذا بدي اوجد التابع الاصلي لتابع فيه جذر تربيعي. يعني 99% في بعض التمارين ما بنحول الجذر الى قوي، هو هذا التمرين، هذا التمرين هام. فماذا نفعل هنا؟ I يساوي تكامل من 3π على 2 ل2π. أول شيء حطلع الاثنين من داخل الجذر التربيعي عن المشترك، بيبقى 1 ناقص كوساين 2x. يعني I يساوي تكامل 3π على 2 ل2π، الاثنين بتركها، 1 ناقص كوساين 2x هو قانون 2 ساين مربع الإكس. إذا بتتذكروا كنا نستخدمها بالنهاية التابع مثلثي، 1 ناقص كوساين زاوية هو 2 ساين مربع نصها. فبتصير I يساوي تكامل 3π على 2 ل2π تحت الجذر 4 ساين مربع الإكس دي إكس. يعني I يساوي تكامل من 3π على 2 ل2π 4 ساين مربع إكس، يعني 2 ساين الإكس بالقيمة المطلقة دي إكس. هلأ بدنا ندرس إشارة ما داخل القيمة المطلقة. بنلاحظ إنه الساين من 3π على 2 ل2π على الدائرة المثلثية، هون تجي هي 3π على 2 وهي 2π، بنلاحظ إنه هي بالربع الرابع، والساين بالربع الرابع سالب، معناتها شو بده يصير عندي هون؟ بما أن الإكس تنتمي من 3π على 2 ل2π، فإن ساين الاكس بالقيمة المطلقة يساوي ناقص ساين الاكس، لأنه اكس تقع في الربع الرابع. معناتها اي يساوي تكامل من 3π على 2 ل2π، هون ما في داعي ميز حالتين، هي ناقص 2 ساين الاكس دي اكس. إذا قلنا القيمة المطلقة وحطينا مباشرة سالب. لو قال لي مثلا حدود التكامل من ناقص π على 6 للπ على 6، المفروض ميز حالتين، من الناقص بي على 6 للصفر بيستبدل الساين اكس بالقيمة المطلقة ناقص ساين اكس، ومن الصفر للبي على 6 نستبدل ساين اكس بالقيمة المطلقة بساين اكس لأنه بيكون موجب في الربع الأول. أما هنا نلاحظ أنه مداخل القيمة المطلقة يحافظ فقط على إشارة واحدة. إذا I يساوي من 3π على 2 ل2π ناقص 2 ساين اكس، الناقص 2 بتركها، التابع الأصلي للساين ناقص كوساين، يعني زائد 2 كوساين الاكس، بعدين بحط قوس ناقص قوس. اول شيء بعوض كل اكس ب 2π، 2 كوساين 2π، وهون 2 كوساين 3π على 2، كوساين 3π على 2 0، وكوساين 2π هي نفسها كوساين 0 1، يعني الجواب هو 2. وضعنا بعض التمارين ايضا يصير عنده الطالب خبرة في استخدام التكامل المحدد. هنحل نتدرب صفحة 235 رقم 3 ك تكامل من الصفر للواحد اي اس 2 اكس ناقص اي اس ناقص 2 اكس دي اكس. بنلاحظ انه هي عبارة عن حالة خاصة من القاعدة رقم 6،
تبعية اي اس اي اكس زائد بي هي واحد على اي بي اي اس اي اكس. فلاحظوا هون واحد على 2 اي اس 2 اكس، هون ناقص بتركها واحد على ناقص 2 فصارت زائد واحد على 2 اي اس ناقص 2 اكس، من الصفر للواحد. بعدين بحط قوس ناقص قوس، بعوض كل اكس بواحد بعدين كل اكس بصفر، بيطلع عندي جواب هون اي مربع على 2 زائد 1 على 2 اي مربع، بعدين بعوض كل اكس بواحد بيطلع ناقص 1. اخذنا ايضا تمرين رقم 4، ال يساوي تكامل ناقص 2 للناقص 1، 2 اكس ناقص 1 على اكس ناقص 1 دي اكس. طبعا هون حاكين سابقا انه اي تابع كسري درجة بسطه اعلى او تساوي درجة مقامه لابد من القسمة الإقليدية. منقسم قسمة إقليدية فيها 2، 2 إكس ناقص 2 والباقي 1، فمنقول ناتج القسمة زائد الباقي المقسوم عليه. 2 تابع الأصلي هو 2 إكس، طبعا هون واضحة إنه جي فتحة على جي، بس بدنا جي فتحة على جي هو لن المقام. فإذا جربنا الناقص 1 هون حيكون المقام سالب، فلازم نضربه بناقص. ناقص إكس زائد 1، بعدين بحط قوس ناقص قوس. بعوض كل اكس بناقص 1 بالقوس الاول بعدين كل اكس بناقص 2 بالقوس الثاني، فبيطلع الجواب ناقص 2 زائد لن 2 زائد 4 ناقص لن 3، فبيكون الناتج الاخير. طبعا لن ناقص لن هو لن القسمه. تمرين رقم 5 ايضا هو ام يساوي تكامل من البي على 6 للبي على 3 التانجنت اكس. احنا حاكين سابقا ان التانجنت الاكس بنحطها ساين على كوساين. ما هو مشتق الكوساين؟ لازم يكون ناقص ساين عشان نشوف اذا جي فتحة على جي، فضربت بناقص وبناقص. هلا صار جي فتحة على جي، طبعا احنا الناقص بتنزل، جي فتحة على جي لان المقام، المقام اذا جربت البي على 3 فهو موجب فيبقى كما هو. بعدين بحط قوس ناقص قوس، كوساين البي على 3 نص، كوساين البي على 6 جذر 3 على 2، ولن ناقص لن طبقت الخواص. التمرين السادس تكامل من صفر للبي على 4، كوساين اكس ناقص ساين اكس على كوساين اكس زائد ساين اكس. هذا كتير خطير هذا المثال. اذا اشتقينا المقام، لاحظوا اذا اشتقيت المقام فبيطلع المشتق الكوساين ناقص ساين، مشتق الساين كوساين، فالبسط هو مشتق للمقام. كون البسط مشتق للمقام معناتها فيني احط مباشرة لن المقام، كوساين اكس زائد ساين اكس من صفر للبي على 4. بعوض هون كل x بـpي على 4 وبعدين هون كل x بصفر، فبيطلع معنا الناتج هو لين جذر 2. بس بقي وظيفة في التكامل المحدد على تكامل محدد، هن 5 صفحة 245 من 1 إلى 10 و2 صفحة 244. هي 2 صفحة 244 أنا نسيانة، لازم تكون من التوابع الأصلية. وعندنا مثال محلول صفحة 230 1 و 2 و 4، بتمنى هدول تحلوا لي اياهم للدرس القادم. يعطيكم ألف عافية.